إذا قيل لك هل المرأة المسلمة مأمورة بنشر العلم ولا سيما التوحيد بين صفوف النساء، هل هي مأمورة كالرجل؟ الجواب نعم، ويجب عليها ذلك، ويجب علينا نحن الرجال فردا فردا أن نبلغ العلم الشرعي الذي نعرفه ونتيقن من المعلومة التي أخذناها من علمائنا الكبار. والدليل أن خولة بنت حكيم رضي الله عنها كما عند مسلم في هذا الحديث السابق قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فلما سمعت هذا الحديث نشرته. كذلك أنت لما تسمع هذه المسائل أو هذه الأحكام أو هذه الفوائد الشرعية لزاما عليك أن تنشرها بين أصحابك وبين أهل بيتك حتى يتعلموا ومن ثم يعلموا غيرهم.